راديو الأهرام يقدم مكان في الوجدان مع جينا القش. موضوع حلقتنا النهاردة شارع محمد عز العرب. شارع محمد عز العرب المبتديان ثم علي يوسف سابقا من أقصر شوارع القاهرة الشهيرة، مجرد ممر يربط عبر شارع قصر العيني بين عالمين متناقضين في كل شيء: عالم أثرياء حي جاردن سيتي الذي كان وما زال يفخر بماضيه الملكي والمعماري والمادي، وعالم بسطاء ودراويش حي السيدة زينب. وإن كان لا يقل عراقة على المستوى التاريخي، إلا أنه يبدو الآن مرهقا لأسباب عديدة، أهونها أنه بخلاف جامع السيدة لا تحظى مبانيه القديمة أو آثاره بأي اهتمام. غير أن شارع محمد عز العرب يحفظ بين جنباته حكايات عديدة، وأرضه الضيقة نسبيا تتنسم تاريخ شخصيات كان لها تأثيرها في التاريخ المصري، كما شهدت معارك وتقلبات سياسية واجتماعية وعمرانية كبيرة. فقد أسسه الناصر محمد بن قلاوون أحد أبرز سلاطين دولة المماليك، وأقام على جانبيه القصور والميادين. ولكن بعد قلاوون وبسبب حروب المماليك ومؤامراتهم وقع صريع الإهمال، وعند دخول الحملة الفرنسية مصر كانت المنطقة المحيطة به تعرف بتل العقارب، نظراً لازدحامها بالمستنقعات والخرائب التي كانت مليئة بالحشرات. وذلك سهل على قادة الحملة تحويل جزء من الشارع إلى ساحة لتنفيذ حكم الإعدام في الثوار المناوئين لاحتلالها. وفي هذا الجزء نفذوا حكم الإعدام في سليمان الحلبي وزملائه بعد محاكمتهم في قتل الجنرال كليبر قائد الحملة بعد نابليون بونابرت، وبالفعل علقوا المشانق أمام أهالي القاهرة في هذا الشارع. شارع محمد عز العرب هو أول حي المنيرة، ويبدأ من شارع قصر العيني وينتهي شرقا بحي الناصرية عند النقطة التي يلتقي فيها شارع الناصرية وخيرت، واسمه الأقدم شارع المبتديان، حيث نهايته مدرسة المبتديان في مبنى كان يعرف بقصر البرديسي. وكان هذا القصر مخصصا لاستقبال ضيوف مصر على المستوى الرسمي، وكان يسمى مسافر خانة. وكلمة مسافر خانة مركبة من كلمتين، إحدهما عربية وهي مسافر، والثانية أعجمية وهي خانة، وتعني المكان المخصص لإقامة المسافر. لذلك فقد كانت غرفة الصالون في منازل العائلات المصرية إلى عهد قريب تسمى بحجرة المسافرين، أي القادمين من السفر. مدرسة المبتديان التي تعني الابتدائية في اللغة التركية التي كانت معتمدة رسميا في مصر أيام الخديوي إسماعيل، كانت قبل شارع محمد عز العرب تقع في حي العباسية، وافتتحها الخديوي إسماعيل عام 1863، ولكنها لم تعمر طويلا في الشارع، وتحول مبناها قصر البرديسي إلى المدرسة السنية الثانوية للبنات، ومدرسة المعلمات التي كان اسمها أيضا المعلمات السنية، وأنشئت عام 1900 لتخريج معلمات المدارس الابتدائية. وفي عام 1933 تغير اسمها ليصبح معهد التربية، وتم نقلها إلى شارع محمد عز العرب وتصبح مدرسة السنية الثانوية للبنات، وكانت من أرقى مدارس البنات في مصر. قصر البرديسي الذي يضم الآن مدرسة السنية الثانوية للبنات بناه عثمان بيك الذي كان من مماليد مراد بيك، وسمي البرديسي لأنه تولى كشوفية برديسي بصعيد مصر، وهي رتبة كبيرة يعادلها الآن منصب محافظ أو مدير أمن. وبعد خروج الفرنسيين من مصر أصبح عثمان بيك البرديسي رئيسا للمماليك.
مدرستي المبتدئين التي تعني الابتدائية في اللغة التركية التي كانت معتمدة رسميا في مصر أيام الخديوي إسماعيل كانت قبل شارع محمد عز العرب تقع في حي العباسية، وافتتحها الخديوي إسماعيل عام 1863، ولكنها لم تعمر طويلا في الشارع وتحول مبناها قصر البرديسي إلى المدرسة السنية الثانوية للبنات. ومدرسة المعلمات التي كان اسمها أيضا المعلمات السنية وأنشئت عام 1900 لتخريج معلمات المدارس الابتدائية، وفي عام 1933 تغير اسمها ليصبح معهد التربية، وتم نقلها إلى شارع محمد عز العرب وتصبح مدرسة السنية الثانوية للبنات، وكانت من أرقى مدارس البنات في مصر. قصر البرديسي الذي يضم الآن مدرسة السنية الثانوية للبنات بناه عثمان بيك الذي كان من مماليد مراد بيك، وسمي البرديسي لأنه تولى كشوفية برديسي بصعيد مصر، وهي رتبة كبيرة يعادلها الآن منصب محافظ أو مدير أمن. وبعد خروج الفرنسيين من مصر أصبح عثمان بيك البرديسي رئيسا للمماليك. بعد اسم المبتديان الذي ما زال الناس يصرون عليه حتى اليوم أطلق على الشارع اسم الشيخ علي يوسف، وهو واحد من الرواد الأوائل للصحافة المصرية. ولد في قرية بمحافظة سوهاج 1863، وتوفي أبوه وهو صغير فكفله أخواله، ثم التحق بالأزهر ودرس العلوم الدينية والأدبية، وفي عام 1889 أنشأ جريدة المؤيد بالاشتراك مع أحمد ماضي، ثم استقل بها، وكانت المؤيد بفضل مقالات علي يوسف من أكثر صحف القاهرة رواجاً، وكان يكتب فيها أشهر المفكرين والسياسيين لهذه الفترة، منهم محمد عبده وسعد زغلول وقاسم أمين وحفني ناصف. محمد عز العرب الذي يطلق اسمه على الشارع الآن هو نفسه المحامي الذي نجح في الحصول على حكم تفريق بين علي يوسف صاحب الشارع القديم وزوجته صفية السادات، وكأنه أراد أن يهزمه تاريخيا في مماته باغتصاب اسم الشارع العريق منه، كما أهانه اجتماعيا في حياته بعدما أثبت قانونيا أنه لا يليق بالزواج من صفية بنت السادات ابنة الأشراف، وربما لذلك تم تطيب خاطر علي يوسف بإطلاق اسمه على شارع آخر وهو المنيرة. انتهت حلقتنا النهاردة، استنوني الحلقة الجاية في مكان في الوجدان مع جينا القش.